تقاطعت الفنون الأردنية الإيطالية معا في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، ولوحات للفنان الأردني العالمي مهنا درة وبعض تلاميذه المتأثرين بفنه، بالإضافة إلى أعمال الفنان الإيطالي ميمو بالادينو. عنوان المعرض: الإرث الفني. الأعمال إذا وصلت إلى 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 مستوى معين فمن السهل وضعها في قاعة واحدة. طبعا الكلام في 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 في, في مجاملة شوي، أما السؤال إنه التعبير طبعا صعب وضعه بكلام. يعني مشكلة الفنان، مشكلة الرسام هي مشكلة تتعلق بكيف يحول العمل اللي عمله أو اللغة اللي عملها إلى 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 مفردات كلامية. يسلط المعرض الضوء على بداية المشهد الفني منذ مطلع السبعينات، كما يهدف إلى إعطاء نبذة عن الفن الأردني والإيطالي المعاصرين. الحقيقة فنيا يعني إحنا أمام قامتين مهمتين اللي هما بالادينو ومهنا الدرة، رواد بالفن الطلياني المعاصر والأردني المعاصر، وأيضا معهم فنانين كمان بقامات كبيرة. أنا مستوى المعرض جيد جدا وفيه تنوع، لكن أرى في الجانب الإيطالي أكثر حداثة يعني الحقيقة، كما هو الحال في الفنون الأوروبية بشكل عام. تنوعت الأعمال في الجناح الإيطالي بين النحت والتركيب الفني حديثي الطابع، وتنوع تجريدي غني للفنان درة مع ارتجال الطابع اللوني والحركي. المعرض أهميته إنه بفرج الجمهور الأردني ما يحدث الآن على الشاشة الفنية في إيطاليا. ممكن بعض من الأعمال جمهورنا يلاقيه غريب، إنما جمهور الفنانين ما رح يستغربوا من الإطلاع عليه. والفنانين اللي عرضت لهم الأعمال الأردنية هم دراستهم كانت زي الأستاذ مهنا الدرة، دراستهم كانت في إيطاليا وأثروا على تلاميذهم الأردنيين زي عمر حمدان، راح كمل بإيطاليا بعدين. فالحقيقة أنا بلاقيها خطوة إيجابية فعالة بالنسبة للفن الأردني وبالنسبة للساحة الفنية الأردنية، والتعاون نتأمل أنه يصير تعاون أكثر ما بيننا وبين إيطاليا. تمحورت فكرة المعرض على المقارنة بين فنون مختلفة وبلدين مختلفين، وتبادل بين الثقافات كباب للحوار الإبداعي. يستمر المعرض حتى 19 من كانون الثاني. أيمن لحمود، رؤيا